كلام عجيب يا ابو عاصم، يقول لو كان الرزق بالعقل لماتت الحيوانات جوع. اي أيوة والله فعلا الرزق يحتاج لاسباب، لكن الاسباب ما هي كل شيء، والاتكال عليها شرك وتركها معصيه. لكن الرزق ما يجي في الذكاء، اذا الله ما كاتب لك لو تسوي اللي تسوي. يقول الله سبحانه وتعالى: وان يمسسك الله بسوء فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء من عباده. والانسان بين حالتين، القبض والبسط. القبض انه يقبض عنك، والبسط انه يبسط لك. يقول الشاعر محمد الشنقيطي: القبض والبسط في الاكوان شيئان، على مراد الفتى قد لا يجيئان، يتابعان لكل منهما اجل، هذا بي آن وهذا بعد في آن، إن يظهر البسط في حال على أحد فحاله المقتفي في المظهر الثاني. والعسر لا يغلب اليسرين منفردا، فالعسر فرد وإن اليسر يسران، لا تجزعن ولا تفرح لحادثة، فإن دارك دار ذات ألوان، وراعي في كل حال ما يناسبها ولا تشح بفان أيها الفان. السلام. ويقول بعد: إني وإن كنت محتاج لمحتاج لخير من يرتجى من عنده الحاج، إليه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. سلام. يقول أيضا في الرزق: لا أرقب الناس في سر ولا علن، في حالتي ذروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. حركات التعقيب يا مدير ما تخليها، تبي تعقب على كلامنا قبل شوي انه لو كان الرزق في العقل لماتت الحيوانات جوع. اولا العقل هبه من هبات الرحمن، والله سبحانه وتعالى يخاطب العقل دائما، اولي النهى اولي العقول اولي الالباب. والعقل هذا وضع في الانسان لفائده، وضع للحيوان لفائده. الحيوان الان لولا عقله رغم حجمه الصغير، ولكن الله مهيئ لانه من خلال هذا العقل الصغير يعيش، يعرف مصادر المياه، يعرف الاكل اللي مثلا مضر له، يعرف مثلا اذا كان بشكل جماعي يصطاد الحيوانات المفترسه، في تراتبيه، في قائد اللي تحته. فلولا ذكائه ذا اللي الله سبحانه وتعالى وضع فيه لمات جوعا. لولا الذكاء لمات الانسان والحيوان جوعا.